مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في الشارع الدبلوماسي في اليوم الرابع لتغطياتنا المباشره لاعمال الدوره 73 للجمعيه العامه. لدينا الكثير لكي نغطيه معكم اليوم، ولذا دعونا نبدا بلقاء حصري مع ليستا بيرت وزير الدوله في الحكومه البريطانيه لشؤون الشرق الاوسط، وسنتناول معه ملفات ساخنه في منطقتنا تشمل اليمن وسوريا وايران. وبعد ذلك سنشارككم بلقاء أجريناه في وقت سابق مع بيير كرامبول المفوض العام لوكالة أنروا للاجئين الفلسطينيين. بحثنا معه خلاله أهم الجهود التي تبذل لضمان استمرار تمويل الوكالة من أجل أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني، من بينهم أكثر من 500,000 طالب فلسطيني. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم ثانية. يسرنا الان ان نستضيف ليستا بيرت وزير الدولة في الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الاوسط. مستر ليستا بيرت، السيد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط، نرحب بكم في قناة العربية. شكرا. أود أن أستهل حديثي عن اليمن. كان يوم الأمس بضيافتنا زميلكم المبعوث الخاص مارتن جريفيث، وتحدث عن خططه بخصوص اليمن وعن إجراءات بناء الثقة التي تستند إلى 3 محاور أساسية بشأن افتتاح مطار صنعاء وأطلاق سراح المحتجزين ودفع الرواتب. ثم أعرب عن أمله في عقد مشاورات ومحادثات. كيف ترون ذلك في المرحلة المقبلة؟ نعتقد صراحة أن مارتن جريفيث لابد أن يكتب له النجاح، فهذا صراع مروع وأسبابه واضحة وتعزى لمحاولة المتمردين الإطاحة بالحكومة الشرعية وما كان لذلك من استجابة من الحكومة والتحالف، لكن الأثر الذي خلفه ذلك على اليمين كان كبيرا. إننا نساند مساعي المبعوث الخاص إنهاء الأزمة عبر المفاوضات، لأننا ما زلنا مصرين بأنه ما من حل عسكري في الأفق، لكن بطبيعة الحال نتفهم الضغوط العسكرية والمفاوضات وحقيقة كل منها، إلا أن لهذا لابد لهذا النزاع أن يتوقف، وأنه من الضروري أن نسانده في جهوده المبذولة، ويتطلب الأمر إظهار حسن النوايا من جميع الأطراف لاتخاذ الخطوات للحد من تصعيد النزاع والوصول إلى حل. ونعتقد أن جريفيث قد قدم أفضل فرصة من أي اتخاذ قرار آخر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونرى أن الجهود التي يبذلها تشكل أفضل فرصة. لكن بعد فشل المشاورات وتعطلها في جنيف بسبب عدم حضور الحوثيين لجلسات المحادثات، كيف لك أن تضمن بأنهم سوف يشاركون وأن تقنعهم بأن هذا سوف يصب في مصلحتهم ومصلحة اليمن ومصلحة جميع الحاضرين في الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ لأن هذه ليست المرة الأولى. لقد خاب أملنا بشدة لعدم تمثيل الحوثيين في جنيف، فهي مسألة كان لابد لهم أن ينخرطوا بها إن كانوا بصدق يعيرون أي اهتمام للشعب اليمني أو يرغبون بأن يصبحون جزءا من مستقبل اليمن الذي يجب أن يقرره الشعب اليمني إذا كان هناك إعادة تشكيل للحوار الوطني. فما هو الدور الذي يتوقع منهم أن يطلعوا به من قبل الشعب اليمني إن لم يفعلوا كل ما هو بوسعهم لإزداء الستار على هذا النزاع؟ إذا إن لم يشاركوا في محادثات جنيف، كيف لهم أن يطلبوا الدعم من الشعب في المستقبل؟ لذا سوف نفعل كل ما بوسعنا، وسوف نفرض كل الضغوط الممكنة، وسوف نستخدم كل من يستطيع الوصول إليهم لنقول لهم إذا كان لديكم أدنى ذرة من الحصول على دعم الشعب اليمني في المستقبل وخلق مستقبل جديد، فإن سياستكم هي جزء من ذلك، وسنمارس الضغوط مع أطراف أخرى لنرى إذا كانوا سوف يستجيبون. مما لا شك فيه أن تعنت الحوثيين يشتد بسبب الأمداد والتمويل الذي يحصلون عليه من الخارج. كيف يمكن للعالم وقف توريد الصواريخ التي تعبر
الحدود بحرا أو عن طريق البر أيا يكن، لكنها تصل ويستخدمونها ضد المدنيين في المملكة العربية السعودية. كيف لنا أن نوقف تدفق هذه الصواريخ؟ تحدثت رئيسة وزرائكم يوم الأمس في مجلس الأمن وحول تدخل إيران في الشرق الأوسط، وأشار مجلس الأمن إلى هذا الأمر. كيف لنا أن نتعامل مع هذا الواقع؟ في الحقيقة هناك طريقتان أو ثلاثة طرق مختلفة، البعض منها أكثر انفتاحا من غيرها. آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش تعد وسيلة هامة للتحقق من السفن التي تقل البضائع والمؤن إلى اليمن، لا تتم إساءة استخدامها وخالية من الصواريخ. لكن هذا لكن من تلك الجهات التي تورد السلع؟ فهذا يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة، فقد تم إنذار تلك الجهات بصورة مباشرة عن ما يترتب على ذلك من آثار. وبطبيعة الحال إن سقوط صاروخ السعودية وإصابة هدف هام فهذا من شأنه أن يغير كافة الموازين في المنطقة برمتها، وينطوي على ذلك مخاطر كبيرة. وكانت مناشدتنا بأنه لا يجب توريد أي أسلحة بشكل يتعارض مع القرارات، ومن قاموا بذلك فهم يتخذون مخاطر كبيرة، وعليهم استخدام كل النفوذ الذين يتمتعون به من أجل السعي للتوصل إلى حل تفاوضي وعدم الاستمرار بما يقومون به. أود أن أنتقل للحديث عن سوريا. أين ترون العقدة الجديدة للمجموعة الثالثة في اللجنة الدستورية؟ هل يمكن حلها؟ لا بد للجنة الدولية أن تكون حازمة بصورة قطعية في دعم ستيفن ديماستورا في اختياره لهذه السلة الثالثة. لا يمكن قبول هذا الوضع الذي يتحكم فيه أحد الأطراف بقائمة واحدة، فهذه قائمة مستقلة ومجموعة مشتركة من المجتمع المدني وغيرهم، وإذا ما أصبح النظام يهيمن عليها فسوف تفقد مصداقيتها. وعليه فإن البيان الدستوري الذي يتمنى الجميع أن يرى النور سوف يفقد المصداقية، وما من مصلحة أي طرف القيام بذلك. اجتمعت مع ستيفان ديماستورا يوم الأمس، وكان لدينا اجتماعا خاصا هذا الصباح عقد بحضور الممثلة سامية موغريني، وأوضحنا جليا دعمنا له وإيماننا بقدرته استخدام تلك الفترة المتاحة في ظل اتفاق إدلب وانتزاع الفرصة للتوصل إلى حل سياسي. إذا ما كانت الأطراف المعنية ترغب بهذا الحل السياسي فعليها انتهاز هذه الفرصة أيضا، فهذه الفرصة لن تبقى مفتوحة لفترة طويلة. كان ستيفان واضحا فهو يرغب بتحريك مسار الأمور في نهاية أكتوبر، وهذا يعني أنه على الجميع أن يتحرك. وبناء على ذلك إذا ما كانت هناك مفاوضات ضمنية فهذا يعني أنه ما من طرف سوف يحصل كل شيء. لا بد للناس من تقديم تنازلات من أجل الصالح العام الكبير والإزالة الستار على هذه الأزمة دون المزيد من المآسي الإنسانية، وللسير في طريق يأخذنا إلى تسوية دستورية يدرك الجميع أنها سوف تحمل مع سوريا إلى في المستقبل. فهذه فرصة سانحة. لماذا إذن على النظام رفض مشورة المبعوث الخاص في هذه النقطة على وجه التحديد؟ هذا ما كنا نؤكد عليه. إلى أي حد تأخذون تهديد آية الله خامنئي وخاصة ضد السعودية والإمارات والولايات المتحدة التي ينحو فيها باللائمة على الهجوم الذي وقع في الأهواز ضد موكب الاستعراض العسكرية؟ هل علينا أن نأخذها على محمل الجد؟ الهجوم كان مروعا، وقد أدانت المملكة المتحدة أي عمل هجوم إرهابي دون تحفظ، وخاصة إذا ما استهدف حياة الأبرياء ولا سيما النساء والأطفال. وبطبيعة الحال نتابع كل ما تزعم به إيران من قاويل أو من معلومات بشأن ذلك الهجوم، ونحن لا تتوفر لدينا الآن أي معلومات في هذه المرحلة، لذا لسنا في وضع يسمح لنا إثبات تلك الادعاءات أو شيء آخر سواها. نأمل أن يتم استئصال الإرهاب من جذوره في المنطقة بأسرها مع كل من يؤيده أو يقف وراءه. ما لم يتم ذلك لا يمكن للدول أن تنعم بالاستقرار وأن تقيم علاقات مع جيرانها، لأن هذا أمر ضروري لانتهاء النزاع. السيد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط، شكرا على وقتك ونتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. To try.
إذا كنت تلاحظ دما، ربما أنت تعاني من أمراض اللثة، وقد تصبح رحلتك أسوأ بكثير. ساعد على إيقاف رحلة أمراض اللثة. تجاوز نزيف اللثة. بارادونتاكس. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. جلسنا في وقت سابق مع بيير كرامبول المفوض العام لوكالة أنروا للاجئين الفلسطينيين، التي ترى احتياجات أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني، من بينهم أكثر من 525,000 تلميذ وطالب. ناقشنا معه الأزمة المالية الحادة التي تمر بها المنظمة، وخاصة بعد وقف الإدارة الأمريكية لكافة معوناتها لأنروا، وما هي جهودهم الرامية لجمع تعهدات جديدة لضمان استمرار عملها الحيوي للاجئين الفلسطينيين. وأريد أن أنبه هنا إلى أنه سيعقد بعد ساعة من الآن اجتماع للدول المانحة للوكالة، يجري بعده بيير كرامبول ومعه وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي مؤتمرا صحفيا الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش، وذلك لإطلاعنا جميعا على نتائج هذا الاجتماع الهام لمستقبل الوكالة. تعالوا نستمع سويا لما قاله المفوض العام لوكالة أنروا لنا قبيل انعقاد هذا المؤتمر. Mr. Pierre Crambol, Commissioner General for UNRWA, welcome to our screen, sir. لوكالة الأنروا، نرحب بكم في العربية يا سيدي. أود أن أسألكم بداية عن أزمة التمويل المهول التي تواجهونها بسبب قطع تمويل الولايات المتحدة. فهناك نقص في التمويل يصل إلى 270 مليون دولار على حد علمنا. ما الذي قد تم فعله إزاء سد هذه الفجوة؟ هذا صحيح لأنها أزمة غير مسبوقة، وهي كانت مؤثرة منذ بداية هذا العام عندما خفضت الولايات المتحدة تمويلها بعدة ملايين، فكانت حجم النقص ب 464 مليون دولار، واستطعنا تقريبا تسخير 200 مليون دولار، ومع حضورنا إلى الجمعية العمومية ما زلنا بحاجة إلى 260 مليون دولار لإدارة مدارسنا وعياداتنا، ولم نشهد أي سنة ملحة مثل هذه السنة، وقد يكون هذا الأمر ضروريا وهذه المناسبة ضرورية للوصول إلى كافة دول الأعضاء للحصول على الدعم. على هامش أعمال الجمعية العامة دول مثل الأردن، تركيا، وألمانيا، والسويد، والاتحاد الأوروبي سوف تنظم حدثا يتم من خلاله عقد الأمل على جمع الأموال لمتابعة أعمال وكالة الأنروا. ما هي توقعاتكم؟ أولا، أنني ممتن للغاية لتلك الدول التي ذكرتها على جهودها العظيمة لمساعدة الأنروا والتغلب على هذا الجزء المتبقي ألا وهو 160 مليون دولار. هناك مؤشرات بأن بعض الدول مستعدة للمضي قدما، لكن لا نعلم حجم الأموال التي يتم الحديث عنها، لكن هذا الأمر سوف يشكل فارقا فيما إذا كنا نستطيع أن نبقي المدارس التي قمنا للتو بفتحها، وقدمنا نوعا من الإغاثة لكافة العائلات، ونتحدث عن 525 ألف طفل من الأطفال في الأردن وسوريا والضفة وغزة، لا بد من إبقاء تلك المدارس مفتوحة الأبواب، فهذا أمر حساس وجوهري، وإبقاء كافة الخدمات، ونتطلع إلى هذا الاجتماع. استطعتم فتح المدارس على الرغم من الأزمة، ولديكم أكثر من نصف مليون طالب، تتحدثون عن 530 ألف طالب، ولديكم أيضا 30 ألف موظفا ومثلهم في غزة، لديكم مهمة جسيمة بانتظاركم. لكن مع ذلك هناك بعض الأشخاص في غزة الذين يتظاهرون إزاء عملية التخفيض التي تمت وعملية إنهاء الخدمات. إننا نتفهم هذا التخفيض، فكان
هناك إزالة أكثر من 160 وظيفة بسبب الافتقار إلى تمويل. نعلم أنه من المخيب للأمل أن نصل إلى تلك المراحل. كان لابد لنا أن نضع الأولويات على مراكز توزيع الأغذية لملايين الأشخاص في غزة، فهذه أولوية بالنسبة لنا، ولكن نتفهم حجم القلق وحجم الخيبة الكبيرة التي رسمت على وجوه هؤلاء الأشخاص. لكنني أقول بأننا لا أقول لهم بأنني لا أوافق على هذه الإجراءات التي نقوم بها، ومثلا مثل تدخل بعض الموظفين الذين يقومون بالتدخل في الخدمات، لكن يتفهم خيبة أملهم تماما. بعد أن قامت الولايات المتحدة بتخفيض المساعدات التي كانت تخصصها للأونروا، كيف يمكنكم أن تقدمون الدعم والتعاطف؟ هل يمكن الحصول على المزيد من التبرعات؟ نعم، لقد وجدت ذلك على مستوى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فقد تقدمت دولا لتقديم تمويل أو لتقديم موارد مالية جديدة، وهذا وجدناه بشدة في دول الخليج ولا سيما في آسيا وبعض دول أوروبا. لكنني كنت قد سعيت بهذا الأمر على مستوى أفراد، دعني أعطيك مثالا هنا. فلدينا طالب فلسطيني جار الحوامدي الذي تخرج من أحد هذه المدارس، وهو أحد الناجين من مرض السرطان وفقد أحد ساقيه وكان لابد من بتره، فهو قد تسلق إلى قمة جبل إيفرست من أجل حشد العالم على تقديم الدعم وأبقاء المدرسة مفتوحة. هذا الأمر يعكس رسالة عن مدى الالتزام، وهذا يعطي عن أهمية الفرصة. هذا هو نوع التضامن الذي رأيناه في الأشهر الماضية. مع استمرار أزمة التمويل، ما هي الخدمات التي عليكم أن تقومون بإغلاقها في المقام الأول للشعب الفلسطيني إذا اضطررتم لذلك؟ أولا كان لابد لنا من اتخاذ بعض الإجراءات، لأن قد نفد من بعض الخدمات الطارئة التي كانت تعتمد على تمويل الولايات المتحدة بالنسبة للضفة الغربية وغزة. كان لابد من تخفيض بعض برامج تشكيل الوظائف الخاصة بالصحة النفسية والعقلية، وكذلك كان لابد من التركيز على العيادات والمدارس ومراكز التوزيع. هذه هي رسالتي التي سوف أنقلها إلى الجمعية العمومية. لقد كنا ناجحين في فتح المدارس وقد أبقينا كافة العيادات مفتوحة. نرجو من الدول الأعضاء أن تساعدنا أن تبقى الأمور على هذا الموال حتى نهاية هذا العام والعام القادم، لأنه المدارس لن تغلق حتى 31 ديسمبر، ولا بد للأطفال من الاستمرار بعد ذلك. هذه مساهمة كبرى، والبنك الدولي كان قد أهاب بنظامنا التعليمي، وأعتقد أنه لابد لنا أن نحتفي بكل يوم بوجود أطفال طلاب وطالبات يتعلمون عن حقوق الإنسان وكذلك عن التسامح. لذا فإننا حريصون لرؤية الجمعية العامة لحشد الدعم. الولايات المتحدة وإسرائيل كان دائما يقولان بأن الفلسطينيين هم الشعب الفلسطيني هو الذي فقط يمكنه أن يبقى في هذه الحالة لمدة أجيال. أقول أن هذه واحدة من البيانات المضللة في الواقع التي رأيتها على مر السنوات الماضية من خلال عملي في المجال الإنساني. وسبب في ذلك، إذا أخذت لاجئا أفغانيا فر من أزمة الهجوم السوفيتي منذ 40 عاما، وبطبيعة الحال فإنه لابد من النظر إليهم وإلى أطفالهم كلاجئين ومساعدتهم. فما من فرق بين لاجئ فلسطيني ولاجئ أفغاني أو لاجئ سوداني أو لاجئ صومالي؟ الأمر الوحيد الذي يجمعهم هو أنهم لاجئون منذ فترة طويلة من الزمن بسبب الوضع السياسي الذي لم يتم البت فيه، وليس بسبب تقديم مساعدات مستمرة من قبل الأونروا. فهذا الأمر قد يطال من كرامتهم وكبريائهم، لأن السياسة قد فشلت في الوفاء بالوعود وتقديم الحلول. ولهذا الأمر فإن الأونروا بعد مرور 70 عاما فإن هذه الوكالات ترى أن اللاجئين الأفغان وأطفالهم وأحفادهم هم كذلك. الأردن كان قد منح جنسيات لآلاف الفلسطينيين، لكن هناك أصرار بأن على الأونروا أن تستمر بتقديم الخدمات لهؤلاء المواطنين الذين أصبحوا مواطنين أردنيين. لماذا على الأردن أن يمنح جنسيات
لهم ويطلبون الأونروا استمرار بالدفع المزايا لهم. هناك أمران، أولا القرار الذي اتخذه جوردن الأردن قد يفضل أن يتم التعامل معه من قبل المسؤولين الأردنيين، لكن أتحدث عن منظور الأونروا، فهذا الأمر لم يحدد من قبل الجمعية العامة بأن المساعدة للفلسطينيين اللاجئين كان قد يرتبط بشخص يمتلك جنسية من عدمها، فهذا أمر ليس مشروط. لذا نحن نتمتع بصلاحية لتقديم الخدمات ل 700 ألف لاجئ فلسطيني، ومضون في هذا التوجه طالما أن الجمعية العامة قد تستمر في إبقاء الولاية لنا في هذا الخصوص. هناك الكثر من يجادلون، وبرأيي أن الطريقة الوحيدة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو يكمن بحل سياسي، لكن إدارة ترامب تقول بأنها سوف تطرح حلا في الفترة القادمة. ما هي توقعاتكم؟ لا أعلم ولا أستطيع التكهن حول هذه الخطة لأنني لم أراها ولا أعلم ما هو مضمونها، لكنني ما أقوله هو بكل أمانة بأنني أتفق مع القضية الأساسية، ألا وهي أن قضية اللاجئين الفلسطينيين يجب أن تدمج وأن تكون جزءا من الحل، وأي محاولة من أجل الهروب بقضية مجتمع مؤلف من 5 ملايين هذا لا يعد مسؤوليا، لأنه إذا ما وجدت الأنر ومن عدمه ليست المشكلة الرئيسية، بل المشكلة بوجود 5.3 مليون فلسطيني انتظروا حلا منذ فترة طويلة ولم يرى النور هذا الحل، وإذا ما استمروا في العيش في هذه الظروف التي تعد دراماتيكية كما هو الحال في غزة والضفة الغربية وفي سوريا في ظل تلك الحرب. لذا فإن الحلول السياسية هي بيت القصيد، وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين ليست هي بوضع لتقول ما هو الحل السياسي، لكن لابد من الاتفاق على حل الدولتين، وهذا حل يجب أن يتطلع أن يشمل تطلعاتي وطموحاتي الشعب الفلسطيني. المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، نشكركم دائما لخدماتكم الجليلة للشعب الفلسطيني، شكرا جزيلا. وهكذا وصلنا إلى نهاية مسيرتنا في الشارع الدبلوماسي، نشكر لكم كرم المتابعة. هذا طلال الحاج وفريق البرنامج في نيويورك ودبي، نستودعكم وحتى نلتقيكم في الغد وفي نفس الموعد، نترككم في أمان الله.